ديني لو سؤال عام. كيفك بلي أجبر؟ ديني لو عام. ديني. ديني لو عام. براحتك. براحتي وياها ابتسامة ولا بدون ابتسامة؟ أكيد لازم ابتسامة عشان. شو تريدي شو أسوي؟ الحمد لله الحمد لله. شوية تعال أنت قريب على صديقك قيصر المبتسم. إيه على صديقي. أنت هم كون قريب. أوكي. سؤال ديني. مو أنت ذكرت قلت لي ديني أوكي؟ أوكي. ما هي المهنة التي عمل بها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الوحي؟ آخر مهنة قبل ما ينزل الوحي. صحيح. أي دين؟ والله صح. شنو كان؟ كان تاجر. آخر مهنة اشتغلها قبل ما ينزل عليه الوحي. زين. لو سألتك هذا السؤال كان تعرف جو؟ أي تاجر. أكو هذا ما يعرف مهنة ترى. أسألك أنا. على فكرة أكو ناس هواية أسئلة دينية هم يعرفوها بس من يسألون بلقاء مفاجئ ما محضرين نفسهم ما يعرفون يرد. أكيد طبعا. أنا واجهته يعني. صحيح يرتبك ويجاوب. هذه ثقة حلوة إنه مباشرة جاوبني وأنت متأكد. بأسألك سؤال ثاني؟ سألي. نكتفي بجواب صديقك. نكتفي بجواب صديقنا. زين.